في المجال الصحي دائما تم مساء أمس إسعاف شاب يعاني من نزيف سحايا الدماغ بواسطة مروحية نقلته من الحسيمة إلى المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة لتلقي العلاجات اللازمة. لطيفة بن حليمة ورشيد العتابي. فريد لحقوني شاب في الثلاثين من العمر كان يشكو من آلام حادة في الرأس وتشنج في العنق مما استدعى نقله من جماعة بني بوعياش بإقليم الحسيمة إلى المستشفى الإقليمي للحسيمة، وهناك اكتشف الأطباء أنه يعاني من نزيف في أغشية الدماغ مما تطلب استدعاء الوحدة المتنقلة للإنعاش من أجل نقله جوا إلى المركز لاستشفاء محمد السادس بوجدة. فهذا المريض الذي يعاني من نزيف سحايا الدماغ فقمنا بفحص أولي اللي هو أنجيو سكانير، وذلك لمعرفة أسباب النزيف الذي يعاني منه هذا المريض، وذلك من أجل الخضوع للفحوصات المختصة في هذا المجال. المريض يوجد الآن تحت العناية المركزة بقسم الإنعاش وهو حاليا في حالة صحية مستقرة. وللإشارة فإن مروحية الوحدة المتنقلة للإسعاف والإنعاش المخصصة للجهة الشرقية ونواحيها وضعت رهن إشارة المركز الاستشفائي محمد السادس بوجدة في شهر دجنبر الماضي كإضافة نوعية للتدخل الطبي الاستعجالي.